Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ustaz Muhammad Mustaqim bin Azman. Ana min al-Madrasah al-Wataniyah Pangi Kunak Sabah. Baik. Al-yawm sanadrusu tahta al-mawdu' al-kabir fi al-matbah. Baik, li as-saff al-khamis. Walakin al-mawdu' as-saghir intazir. Fahimtum? Baik. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khair. Wa antum? La'alla Allahu. Alhamdulillah antum bi khair. Baik. Hayya nadrusu. Baik. Al-yawm sanadrusu التمييز بين الحروف ثاء وسين. فهمتم؟ التمييز الحروف ثاء وسين استمعوا جيدا التلاميذ استمعوا جيدا. طيب ثاء وسين طيب ثلاجة كيف الحروف المقاطع؟ طيب انظروا إلى هنا أولا الحروف ثاء الفتحة ثاء ثم لم سكون ثم لم ألف فتحة سل لا جيم فتحة ثم تا مربوطة تنوين ثلاجة فهمتم؟ ثم سكين هذا ثا الحروف ثا ثلاجة هذا سكين ثم سي سين كسره سي كف سكون سك كف كسره كي يا سكون ونون تنوين سكين فهمتم سكين ثم ثلاثة ث فتحة ثم لم فتحة ثم ألف ثم ثا فتحة ثم تا مربوطة تنوين ثلاثة فهمتم؟ التمييز بين الحروف ثا ص وسين ث ص ث صد وسين باء ونون التمييز الحروف المقاطع با ونون اولا حليب ح لي لام كسره يا سكون بن كيف نكتب طيب حول انا احول اولا ح لم يا ب حلي حليب أسفني حليب حليبٌ فهمتم حليبٌ ثم بو با ضمة واو سكون ظ فتحة تاء مربوطة تنوين بوزة با واو ظ تاء مربوطة أسفني
حاسب ني بو بو زاتون فهمتم؟ بو زاتون ثم ميم كسرة صد سكون با فتحة ألف حاء تنوين ميس ميس با حن أسفني ميس ميس با حن ثم ثم طيب فهمتم كاف ضمة هذا حليب تنوين بوزك مصباح واو با كوب كوب فهمتم طيب ثم نون فتح عين سكون لم تنوين نعل أسفني نعل نعل فهمتم؟ نعل نعل طيب ثم عين كسرة نون فتحة باء تنوين عنب عين نون ب عي ن عنب طيب عين أسفني عنب عنب كوب نعل عنب فهمتم؟ طيب أسفني هذا فقط السؤال آخر صح صح نن صاد حا نن صاد حا نن صح نن صح نن ثم و ف ف ضم را سكون نن تنوين ف را نن ف را نن فضم سكون تنوين طيب هذا فقط اليوم شكرا جزيلا شكرا على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته